يلا بلش. بالنسبة لشغلي في المطرزات، هل واجهتك أي صعوبات اقتصادية، مالية، اجتماعية، أسرية؟ بس مشكلة التسويق، لأن هذا للأسف منتجاتنا الناس المحليين بيحتاج للأجانب، لأن التراث أصبح إشي أجنبي، ما هو إشي فلسطيني للأسف. يعني هيك ما فيش إقبال من الفلسطينيين عليه، كل الإقبال كله من الأجانب، وحركة الأجانب بتعتمد على الوضع السياسي، بترتبط بالوضع السياسي. ممكن عن طبيعة منتجاتك؟ أنا بشتغل مطرزات، كلها مطرزات وسجاد، كل شيء فلسطيني. هي تعاونية، اسمها جمعية إذن التعاونية، من أنا شغالة من 2006 الحمد لله. هل في عندك القدرة على القيام بأعمال منزلية بدون أي مشكلة؟ الحمد لله. عندي كمان شغل ثاني في البيت غير عن الشغل المنزلي، كمان عندي شغل ثاني مع الأجانب. طب إشي كويس إنه المرأة تشتغل؟ يعني في ناس بيقولوا لك إنه المرأة بس للمطبخ، إشي كويس؟ هذا اعتقاد خاطئ، يعني لأنه هي المرأة كمان إنسان، هي لازم تكون نفسها يعني. أكيد كل واحد ما إذا هي بتشتغل بتحس إنها بتعطي أكثر، أكيد راح تكون فعالة في المجتمع أكثر، ولها دور، بتحس بقوة، بتحس إنها قادرة تعمل إشي، وإنها مش بس عشان تعطي. بعدين هي المرأة اللي هم بيفكروا هي للتنظيف، هي أمه وأخته ومرته ويعني كل إشي للرجل، بس هذا مجتمع لا يزال يسود التخلف للأسف. صحيح. طب هلا بالنسبة للمشروع هذا، يعني ليش اخترت المطرزات تحديدا؟ يعني هل درستي المشروع؟ لا، هو هذا مشروع اللي ممكن انت يعني تشتغله من البيت، وما ممكن حدا يستغني عنه، انه هذا اشي تراثنا وحضرتنا وفن وكل اشي، بتقدر يعني تشوف نفسك فيه، فاكيد راح تنقل لحدا تاني تفرج يشوف وضعنا وشو عاداتنا وتقاليدنا، وكيف البنت ممكن لما تتجوز يكون معها فلسطيني، يكون أشياء مطرزة مش من الصين ومش من الحاجات، ممكن تشتغلها من البيت. يعني في منها سبب تراثي. سبب تراثي عاد عن إنه تشاري. تراثنا وحضرتنا ومستقبلنا يعني طريق لتحريرنا، لأنه إذا إحنا فقدنا تراثنا نفقد كل شيء للأسف. أكيد هويتنا، هويتنا الفلسطينية. هذا يعطيك العافية.